مرحبا بكم في موقع نفهم مع درس من دروس الهندسة الفراغية وهو المستويات المتعامدة. بيحتوي الدرس ده على نظرية 5 ونظرية 6، وهنبدأ هنا بتعريف المستويين المتعامدين. فبنقول المستويين متعامدين إذا كان قياس أحد الزوايا الزوجية المستوية بينهم قائمة أو 90 درجة. النظرية 5 بتدرس حالة من حالات التعامد، فبتقول إذا كان عندي مستقيم عمودي على مستوى، فكل مستوى يحوي هذا المستقيم يكون عموديا على ذلك المستوى. بمعنى زي ما احنا شايفين الشكل قدامنا، عند ج د مستقيم جزء مستوى ص وعمودي على مستوى س، وكان ص تقاطع س في المستقيم ا ب. عايزين نثبت المستوى س عمودي على ص او ص عمودي على س. اذا هنا المعطيات بتاعتي تقول لي عندي مستقيم ج د يقع في مستوى ص وعمودي على مستوى آخر س. وكان س تقاطع ص في المستقيم ا ب والمطلوب هنا إثبات أن مستوى س عمودي على المستوى ص. إذا هنحاول هنا نوجد زاوية زوجية مستوية ونثبت إن قياسها 90 درجة، فيكون المستويين في الحالة دي متعامدين حسب التعريف اللي فات. فهنا هنعمل عمل بسيط عشان نوجد زاوية زوجية مستوية. فهنرسم المستقيم ج م يقع في المستوى س وعمودي على خط التقاطع ا ب. واحنا عارفين ان ا ب مشترك بين المستويين، يعني يقع في س ويقع في ص. الاثبات عندي ج ه عمودي على خط التقاطع ا ب، وده عمل عملناه وهنسميه نمرة 1. وعندي هنا ج د عمودي على مستوى س معطى، يبقى إذا ج د عمود على كل مستقيم يقع في هذا المستوى في مستوى س، يعني ج د عمودي على ا ب. لأن طبعا زي ما قلنا ا ب جزء من س وجزء من ص. وهنسميها نمرة 2. إذن هنا أمكن رسم عمودين أو إيجاد عمودين اللي هما ج د و ج ه على خط تقاطع ب، وده هنا هو تعريف الزاوية الزوجية المستوية. يبقى بنقول من 1 و2 يبقى الزاوية الزوجية بتاعت بنا المستوية اللي بدور عليها هي عبارة عن زاوية د ج ه، وتساوي الزاوية الزوجية المستوية بين المستويين اللي هي زاوية د ا ب ه. فإذا ثبتنا إن قياس الزاوية دي 90 درجة، يبقى إذن المستويين متعامدين. فأنا عندي زي ما قلنا إن ج د عمودي على المستوى س. إذن ج د
عمودي على جيم ه، لأن احنا رسمنا جيم ه جزئي من س، أو يقع في المستوى س. ومن هنا إذن جيم دال وجيم ه متعمدين، يعني قياس الزاوية دال جيم ه اللي هي قلنا عليها تساوي الزاوية الزوجية المستوية اللي هي زاوية دال ألف ب ه، تساوي س درجة أو قائمة. يعني إذا مستوى س عمودي على المستوى ص وهو المطلوب. إذا محتوى النظرية خمسة اللي بنستفاده منها، إذا كان عندي مستقيم عمودي على المستوى، نستنتج أن كل مستقيم يحويه ويتقاطع مع المستوى يكون عموديا عليه. هنشوف هنا نظرية ستة، وهي مرتبطة بنظرية خمسة زي ما هنشوف. وزي ما قلنا النظرية خمسة مطلوب إثباتها، وهي آخر نظرية في الإثبات في منهج الفراغية. نظرية ستة بندرسها كحقيقة، يعني غير مطلوب الإثبات. بتقول لي إذا كان عندي مستويين متعامدين ورسم في أحدهما مستقيم عمودي على خط التقاطع كان عموديا على المستوى الآخر، بمعنى عندي س وص مستويين متعامدين، يعني مستوى س عمودي على المستوى ص، وعندي ج د يقع في المستوى ص، يعني جزئي من ص. وكان ج د عمودي على خط تقاطع المستويين اللي هو أ ب. فبنستنتج هنا أن ج د عمودي عن مستوى س. إذا النظرية خمسة بتقول لي هنا في مستقيم عمودي على مستوى، فبنستنتج إن المستوى اللي بيحويه عمودي على ذلك المستوى. نظرية ستة بتقول لي عندي مستويين متعمدين، كان في مستقيم في أحدهم عمودي على خط التقاطع، نستنتج إن هذا المستقيم عمودي على المستوى الآخر. وفي حقيقة برضه خاصة بالنظريتين اللي فاتوا، وبتقول لي لو عندي مستويين متقاطعين س وص في أ ب، وكان كل منهما عمودي على مستوى تالت عين، فبستنتج إن خط التقاطع للمستويين عمودي على عين. يبقى إذن هنا عندي س عمودي على المستوى عين، وصاد أيضا عمودي على المستوى عين، وكان س تقاطع صاد في المستقيم أ ب. يبقى بنستنتج أن خط التقاطع اللي هو أ ب عمودي على المستوى الثالث اللي هو عين. ودي نظرية خمسة وستة والحقيقة عليها، وهنشوف تطبيقات على النظريتين زي ما هنشوف في مثال واحد. وبيقول لي عندي هرم ثلاثي ميم سين صاد عين، فيه ميم سين عمودة على مستوى القاعدة سين صاد عين، وكانت زاوية سين صاد عين 90 درجة، قصة 90 درجة. وعايزين نثبت أولا أن صاد عين عمودة على مستوى ميم سين صاد، ثانيا أن مستوى ميم س ص عمودي على مستوى ميم ص عين. إذا هنا كما واضح من الشكل عند هرم ثلاثي اهوت ميم س س ص عين مستوى القاعدة اللي هو س ص عين، ورسمنا أو وكانت القطعة المستقيمة ميم س عمودية على مستوى القاعدة، وأيضا زاوية س ص عين قياسها 90 درجة قائمة. وعايزين نثبت إن ص عين عمودة على مستوى ميم سين صاد. فأنا عندي هنا في الإثبات، أولا ميم سين
عمود على المستوى اللي هو مستوى القاعدة، سين صاد عين. يبقى إذن ميم سين عمود على كل مستقيم يقع في هذا المستوى، يعني ميم سين عمودي على صاد عين، لأن صاد عين جزئي من المستوى سين صاد عين، يعني يقع فيه. وعندي أيضا سين صاد عمودي على صاد عين، وده معطى مديلي مقياس زاوية سين صاد عين تسعين درجة أو قائمة. ويبقى هنا ده طبعا معطى، لو سمينا دي واحد ودي اتنين، يبقى من واحد واتنين صاد عين عمودي على كل من ميم سين وسين صاد. إذن صاد عين عمودي على مستويهما اللي هو ميم سين صاد، وده من تعريف التعامد وهو المطلوب أولا. سميني مطلوب أولا. ثانيا، قل اثبت أن المستوى ميم سين صاد عمود على المستوى ميم صاد عين. وزي ما قلنا غالبا ما يكون أكثر مطلوب في الهندسة، بنعتمد على إثبات ثانيا من إثباتنا لأول. فعندنا إحنا ثبتنا في أولا أن صاد عين عمودي على المستوى ميم سين صاد، ده إثباتا من أولا أو من نمرة واحد. وعندي هنا نسميها نمرة واحد في الإثبات ثانيا أو نمرة اتنين، صاد عين يقع أو جزئي من المستوى ميم صاد عين نمرة اتنين، يبقى من واحد واتنين المستوى ميم صاد عين عمودي على المستوى ميم سين صاد نظرية. وده اللي بتقوله لنا وبنستنتجه من نظرية خمسة، إذا كان عندي مستقيم عمودي على مستوى فكل مستوى يحويه عموديا على ذلك المستوى. نشوف تطبيق آخر في مثال اتنين، وبيقول لي عندي دائرة مركزها ميم وألف ب وطرفيها، وعندي ميم نقطة أو رسمنا المستوى الأول د ألف ب عمودي على مستوى الدائرة اللي هي ميم. فإذا كانت نون منتصف الوتر ألف ب، المطلوب إثبات أن القطعة المستقيمة ميم نون عمودية على مستوى د ألف ب. وزي ما احنا شايفين في الشكل دايما الدائرة لما نيجي نرسمها في الهندسة الفراغية برسمها شكل بيضاوي، ادي دايرة مركزها ميم وألف ب وطرفيها ونون منتصف الوتر ألف ب. هنا رسمنا مستوى ألف دال ب عمود على مستوى الدايرة ميم، ومطلوب إثبات أن ميم نون عمود على مستوى ألف دال ب. فأنا عندي هنا في الدايرة ميم الإثبات بتاعي في الدائرة اللي دالي ميم، طبعا نسمي الدائرة بالنسبة لمركزها نون منتصف الوتر ألب. إذن ميم نون عمودي على ألب، ودي من نظريات الهندسة المستوية ونتائجها اللي احنا درسناها سمي نمرة واحد
اللي بتقول قطعة مستقيمة الوسطى مركز الدائرة لمنتصف وتر عموديا عليه. وعندي المستوى ميم عمودي على المستوى د ألف ب معطى، ولكن ميم نون جزئي من مستوى الدائرة اللي هي ميم، سماها نمرة 2، يبقى من 1 و2 ميم نون عمودي على المستوى د ألف ب، وطبعا دي نظرية وهو المطلوب، ودي نظرية 6. تقول إذا كان عندي مستويين متعمدين اللي هما ميم ود ألف ب، ورسم في عددهم اللي هو ميم نون عمودي على خط التقاطع ألف ب، فبيكون عموديا على المستوى الآخر اللي هو د ألف ب وهو المطلوب. هنشوف هنا مثال 3، بيقول لي ألف ب ج د مربع في مستوى أفقي، يعني يعتبر أفقيا، طول ضلعه 4 آلاف، ومن نقطة تنتمي إلى ألف د بحيث ألف م يساوي لام. رسمنا م ن يوازي ألف ب ويقطع ب ج في نقطة ن، ثم صنع المستطيل ألف ب ن م حول م ن، وأصبح في الوضع رأسي اللي هو ألف شرطة ب شرطة ن م. أوجد أولا طول ألف شرطة ج، ثانيا قياس زاوية ألف شرطة ج م اللي تعتبر زاوية ميل ألف شرطة ج على مستوى م ن ج د. هنا الشكل الأول هنلاقي المربع قبل ما نعمل عملية الثاني هو عبارة عن ألف ب ج د، طول ضلعه 4 آلام، خدنا نقطة ميم بحيث ألف ميم يساوي لام، ورسمنا ميم نون يوازي ألف ب، فأصبح الشكل ألف ب نون ميم ده اللي هو ملون باللون الأصفر مستطيل، بعديه لام وأربعة لام اللي هو ألف ب. والشكل أيضا ميم نون جيم د المستطيل، بعديه 3 لام اللي هو ميم د، والبعد الآخر 4 لام اللي هو د ج. هنا أما عملنا عملية الثاني بحيث يصبح المستطيل ألف ب نون ميم عمودي على المستطيل ميم نون جيم د، لأن الوضع الأولاني كان أفقي وصلنا المستطيل في وضع رأسي، وخد الوضع في شكل 2 ميم ألف شرطة ب شرطة نون. عايزين نجيب طول أولا ألف شرطة ج، فهنا عندي المستوى زي ما قلنا الرأسي اللي هو ألف شرطة ميم نون ب شرطة عمودي على المستوى الأفقي اللي هو مستوى المربع اللي هو هنا المستطيل ميم نون جيم دال، وعندي ألف شرطة ميم جزئي من المستوى ألف شرطة ميم نون ب شرطة. إذن ألف شرطة ميم عمودي على المستوى ميم نون جيم دال، ودي نظرية، طبعا دي عبارة عن نظرية 5، نظرية 6، عندي مستويين متعمدين ومستقيم في أحدهما عمودي على خط التقاطع، لأن طبعا عندي ده جزئي وعندي زاوية ألف شرطة ميم نون 90 درجة، أو ممكن نقول إن ألف شرطة ميم عمودي على ميم نون، وميم نون هنا يعتبر خط التقاطع،
يبقى نستنتج ان الف شرطه ميم عمودي على المستوى اللي هو ميم نون جيم دال، ودي زي ما قلنا اللي هي نظريه 6. اذا اصبح الف شرطه ميم عمودي على كل مستقيم يقع في المستوى ميم نون جيم دال، وهناخد على ميم جيم لأن ميم جيم يقع أو جزء من مستوى ميم نون جيم دال. إذا المثلث أصبح هنا عندي المثلث ألف شرطة ميم جيم قائم الزاوية، قائم الزاوية. إذا لو جبنا طول ضلعي القائمة ممكن أجيب ألف شرطة ميم، فأنا عندي ألف شرطة ميم اللي هو كان قبل عملية الثانية يمثل ألف ميم اللي هو طوله لام، أصبح عندي ميم جيم في المثلث ميم نون جيم قائم الزاوية. نعرفين المستطيل زواياه قوائم، يبقى زاوية ميم نون جيم 90 درجة. ممكن أجيب ميم جيم بدلالة ميم نون تربيع ونون جيم تربيع اللي هو جذر ميم نون تربيع زائد نون جيم تربيع يساوي جذر ميم نون اللي هو عبارة عن طول ضلع المربع اللي هو عبارة عن 4 لام تربيع زائد نون جيم اللي هو يساوي ميم دال يساوي 3 لام، يعني 3 لام تربيع، يبقى هيديني 5 لام. أصبح عندي ميم ألف شرطة اللي هو طول لام معلوم، وعندي ميم جيم اللي احنا جبناه اللي يعتبر قطر في المستطيل يمثل المستطيل الأفقي اللي هو طلع 5 لام، يبقى من 1 و2 و3 نسمي دي 3 بقى في المثلث ألف شرطة ميم جيم قائم الزاوية، يبقى ألف شرطة ميم يساوي جذر ألف شرطة ميم تربيع اللي هي لام تربيع زائد ميم جيم تربيع اللي هي عبارة عن 5 لام كل تربيع، هيديني جذر 26 لام تربيع اللي هو عبارة عن جذر 26 لام. يبقى ده المطلوب أولا. ثانيا عايز يجيب زاوية ألف شرطة جيم ميم، وزي ما قلنا تعتبر زاوية ميل ألف شرطة جيم النائل عن مستوى ميم نون جيم دال، لأن يعتبر ميم جيم مسقط لهذا المائل على مستوى ميم نون جيم دال، وبنجيبها مباشرة مثلث ألف شرطة ميم جيم قائم الزاوية، وممكن نجيبها على طول ولتكن الزاوية اللي هي الزاوية الواضحة قدامنا دي الملونة هنسميها هي، فنجيب ظل الزاوية ديت اللي هي زاوية ألف شرطة جيم ميم، يبقى إذن ظا زاوية ألف شرطة جيم ميم هتساوي المقابل المجاور يعني 1/5، وباستخدام حاسبة الجيب نجيب الزاوية ديت وهتطلع تقريبا 11 درجة و19 دقيقة. يبقى ده المطلوب ثانيا في هذا المثال. شكرا للمتابعة، وإن شاء الله نلتقي في آخر درس من دروس الهندسة الفراغية وهي تطبيقات على الهرم، وهتشمل الأجزاء المهمة اللي درسناها سواء في التوازي أو التعامد والخاصة بالهندسة الفراغية.